مباشرة إلى الأخبار الاقتصادية، حيث استهل وفد لجنة الطوارئ الاقتصادية برئاسة وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني زيارته لولاية الجزيرة بالاجتماع المشترك مع والي ولاية الجزيرة والمسؤولين بمشروع الجزيرة والبنك الزراعي، حيث بحث الاجتماع السبل الكفيلة لتوريد كل القمح المنتج هذا الموسم للبنك الزراعي وتجديد الضوابط بمنع تسرب القمح لخارج الجزيرة. وأشاد وزير الصناعة والتجارة بالنجاحات الكبيرة التي حققها مزارعو مشروع الجزيرة في إنتاج القمح لتأمين الغذاء لكل السودان والتصميم والإرادة لتحقيق واقع ومستقبل أفضل للسودان، ودعا لضرورة تضافر كل الجهود لمعالجة عقبات تسليم القمح للبنك الزراعي لخدمة مصلحة الوطن والمزارع. من جهته أعلن محافظ مشروع الجزيرة المكلف مصطفى إبراهيم مصطفى عن اكتمال حصاد القمح بنسبة 100% في كل المساحات المزروعة والبالغة 423 ألف فدان بمشروع الجزيرة بمتوسط إنتاج 20 جوال في الفدان، مع وجود إنتاجيات متميزة بلغت 33 إلى 30 و25 إلى 35 جوال في الفدان. وكشف مدير البنك الزراعي قطاع الجزيرة رشيد عثمان عن استلام 1.7 مليون جوال قمح زينة 100 كيلو من جملة المستهدف 6.7 مليون جوال قمح، واكتمال ترحيل 721.7 ألف جوال قمح للمطاحن. بحث نائب رئيس المجلس السيادي الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو حميتي رئيس الآلية الاقتصادية العليا مع ممثلي آلية الذهب بوزارة المالية هيثم تبيدي وممثلي اللجنة التمهيدية للاتحاد العام للصاغة والمعدنين وعدد من أصحاب الشركات ملامح الرؤية التخطيطية لوضع خطة لتطوير قطاع الذهب إنتاجيا ورقابيا وصولا للمساهمة الكاملة في دفع الاقتصاد الوطني. وعكفت اللجان التي تعمل في تطوير ومعالجة قضايا التعدين اجتماعاتها بشكل متواصل لوضع رؤيتها بجانب رؤية الآلية الاقتصادية العليا الداعمة لبحث كل المسارات اللازمة للنهوض بالاقتصاد القومي. إلى ذلك تقدمت اللجان بالشكر لرئيس الآلية الاقتصادية العليا لقيادته الراشدة والتخطيطية لقطاع مهم وحيوي في البلاد، مؤكدين توافقهم على رؤية موحدة للمرحلة القادمة والتي ستضع هذا القطاع في أولويات حركة الدولة كلها كمؤثر حقيقي يساهم في نهضة المجتمع السوداني. انتظمت اليوم حملة البيع المباشر من المنتج للمستهلك للسلع الاستهلاكية ب11 موقع بمحلية بحري بأسعار المصنع، وذلك ضمن حزمة من المشاريع الإسعافية التي أطلقتها وزارة الصناعة والتجارة بالتنسيق مع القطاع الخاص وإشراف مؤسسات الحكم المحلي ولجان التغيير والخدمات. وأكد مدير إدارة التجارة الداخلية مبارك محجوب خلال وقوفه على سير العمل بميادين كوبر والمزاد وصبابي ببحري أن برنامج البيع المباشر من المنتج للمستهلك بدأ بولاية الخرطوم كنموذج، وينتظر أن تعم التجربة بقية ولايات البلاد المختلفة. وبين أن البداية الفعلية للبرنامج بميادين الأحياء عبر طرق الدفع المباشر بدأت كذلك بمحلية أم درمان، وأضاف أن حملة برنامج البيع المباشر ستكون متواصلة طيلة فترة الحظر ضمن الإجراءات الاحترازية جراء جائحة كورونا، مؤكدا أن الوزارة تبذل ما في وسعها لتخفيف العبء على المواطنين. بدأت حكومة ولاية القضار في تنفيذ عدد من الطرق على الشريط الحدودي مع الجارة إثيوبيا بطول 140 كيلو بتمويل ولائي واتحادي لربط مناطق الإنتاج الزراعي وبسط الأمن وتحقيق الاستقرار، وذلك عبر هيئة الطرق والجسور الولائية وعدد من الشركات الأخرى. وأكد والي القضارف نصر الدين عبد القيوم توفير وتشوين كافة الاحتياجات الضرورية لاستكمال الطرق قبل فصل الخريف، وقال إن العمل بدأ بكلفة 240 مليار جنيه بتمويل ولائي. وأكد الوالي أهمية استكمال هذه المنشآت لتحقيق الاستقرار لقرى الشريط الحدودي وربط المناطق شرق العطبراوي، وجدد الوالي حرص حكومة الولاية على تنمية وتطوير الشريط الحدودي لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة وبسط الأمن.